مرحبا بك محمد حنان في درس رقم 7 من مادة الدي اس بي ديزاين. هذا الدرس راح نشوف نصمم هذه. لو لاحظ انه هذه مليانة كثير كثير من ال ادز و كونكشنز، راح نبدي نناقش هذه الاشارة. هذه هنا راح يكون عندي مدخل اللي هو راح يكون عبارة عن ساين ويف. هذا هو راح يكون عندي ساين ويف. هذا الساين ويف راح يكون عندي هنا، راح يكون عندي عبارة عن تفرع. هذا راح يكون تفرع، هنا تفرع، راح يتفرع من هذا الاتجاه، يتفرع بهذا الاتجاه ويدخل المن، يدخل الى جين، يدخل الى جين. هذا جين خلينا نسويه باللون الاصفر، وهذا ايضا عندي جين، وهذا جين كذلك، هذا جين. اي رقم عندي يعتبر عبارة عن جين، عدا الواحد هذا ما يعتبر جين، اعتبار اشارة مباشرة، يعني تخلي او ما تخلي نفس الشيء. نختار لون اخضر، خلينا نقول اخضر، كل مكان اخضر هسه حاليا عندنا راح نعتبره ديلي. هذا عندي ديلي، وهذا ديلي، وهذا عندي ديلي، وهذا عندي ديلي. مثل ما قلنا انه هذا تفرع، وهذا عندي تفرع راجع اللي هنا. خلينا نشوف كم عاد عندي. ناخذ هذا اللون، هذا عندي اد، لاحظ هذا عندي اد جل هنا، تمام. هذا تفرع عندي، وهذا اد ايضا، هذا انجمع وي هذا اللي جاي، هذا اد، وهذا ايضا عندي اد، جمع بين اثنيناتين. نرجع، ظهرت عندنا مجموعة تفرعات أخرى. هذا شنو عندي؟ تفرع، هذا تفرع. لاحظ أنا تفرعات مو مشكلة عندي، أهم شيء عندي الآدز، كم آد عندي، تمام. نجي نشوف، نتحول للديزاين، جهة الديزاين راح نشوف. هذه نفسها نقلناها هنا، ممكن إذا نحفظ هذه نقدر نشوفها كم تفرع بها. على العموم نكمل. هذه الإشارة مالتها راح تبدي بساين ويف. هذه عندنا ساين ويف، ساين ويف راح ندرج ساين ويف، تمام. بعد ما درجنا ساين ويف راح يكون ندخل في جين مقداره 4. واحد يقول عندي تفرع، احنا ذكرنا هنا عندنا موجود تفرع مثل ما هنا موجود عندي، هذا تفرع. التفرع راح يحدث اول مرة اربط بالجين، بعدين راح يصير عندي تفرع، تمام. هسه ربطت بالجين، جين راح يجي وراه شنو حسب هذا الرسمة؟ حسب هذا الرسمة راح يكون عندي آدر، آد، راح ندرج آد، تمام. هذا آد، إجانا الآد هنا. راح أول ما وصلت للآد، يعني وصلت لهنا، أرجع من جديد للتفرع. هذا شنو بي؟ ديلي، ممتاز. هذا هو الديلي، ايضا الديلي رحت سوي له روتيت وانشئ تفرع. التفرع شنو فرقه؟ انه تفرع، بالتفرع راح اخذ السهم مو من البداية للنهاية، لا من النهاية للبداية، بالعكس راح يكون عندي، تمام. ايضا هذا راح يجي وراه شنو؟ راح يجي وراه ديلي اخر، انسخ هذا الديلي، كوي، و
ألصق هذا الدرين هنا، تمام. بعد هنا راح يجي لي تفرع مثل ما هسه حسب هالإشارة، هذا الدرين عندي وهذا الدرين عندي، هذا راح يصير تفرع باعتبار إنه عندي جين هنا 1 2 3. هذا الجين راح أنسخه إلى نسختين، بعد نسخة تجي بهذا التفرع باعتبار هذا التفرع اللي قلنا لازم نسحب بالعكس، ونسخة تجي هنا عادي، هذه مو مشكلة إنه أسحب بأي اتجاه. شوي نقدم الآد، تمام. سوي عملية alignment، هذا جقد قيمته 4، نعنس القيم. هذا قيمته 3، هذا قيمته 4. هسه هذا المفروض يدخل وين؟ يدخل اللي هنا، وهذا يجي وياه، ندخل هذا هنا، وهذا راح يجي وياه. لاحظ انه ما جاي يحاول يوصله، ليش ما جاي يحاول يوصله؟ نرجع للرسم، سووه هنا متصلات، نرجع للرسم الأساسي اللي حللناه ونشوف. مفروض هنا شكو عندنا، قلنا الأزرق آد، مفروض الأزرق شو يكون آد؟ مثل ما هذا آد، هذا آد، لاحظ مثل ما هذا صار عندنا آد، هذا الثاني صار عندنا آد، إذا راح يكون عندنا آد. فأدرج آد أو أنسخ هذا اللي موجود. يكون عندي هذا هنا، هذا آد، وهذا أيضا آد، وناتج هذين الآديين راح يكون هنا. اضطر أرجع شوي حتى يكفي مكان للرسم. نوصل هذا بهذا. اوكي تمام. هسه انتهينا من هاي الجهة، راح مباشرة راح نجي وين؟ راح نجي إلى آد آخر حسب هذا الرسم. أكو عندي آد هنا، أنسخ هذا الآد، كوبي بيست، أوصل هذا الآد باعتبار أن هاي الإشارة وصلت اللي هنا. بعدها أوديه للسكوب، حتى السكوب هو عن طريق اقدر اسوي تفرعات والاخير. يعني ليش مو عن طريق السكوب، انما انه انا اكمل هذه، المفروض انه انا من البدايه اكمل هذا الخط، يعني اكمل اكمل اخذ اشاره مباشره للجين، ومن الجين للاد، واسوي اد ثاني، وهنا قبل للنهايه. يعني هنا اخذ منها من الإشارة، من هذه الإشارة، خلنا نطيها غير لون حتى تميز، من الإشارة المدخل للسكوب مباشرة، على السريع أدخلها لمن؟ للجين، ومن الجين للآد، وأخليها أدخلها بآد آخر، ومباشرة تدخل لمن؟ للسكوب. هذا عبارة عن سكوب، تمام. بعدها أبدأ بعمليات التفرع، أحتاج تفرع تفرع، أحتاج آد آد آخر، ماكو مشكلة، تمام. ليش؟ حتى أقدر أمسك الإشارة اللي تجيني بسهولة. أحتاج هنا مثل ما قلنا إلى تفرع، هنا يرجع لي gain، أخذ gain هنا، هنا أحتاج كم gain؟ 2، عفوا كم delay؟ 2. هذا الدليل الأول أقدر أخلي يوازي هذا الدليل، وهذا أخلي يوازي هذا الدليل، تمام. وتلاحظ أنه أقدر أخلي يوازي هذا الدليل، مو مشكلة، باحتمال أكو شيء قدامه ما جاي أخلي يوازي، تمام. هسه هنا وهذا أخليه هنا، أوكي. وأرجع بيمن
أرجع بجي، أيضا أحتاج إلى جي، وهذه الجين أقل به، سوي له فليب، تمام؟ يرجع، خليه هنا، أنسخ الجين المقلوب. انتبهتوا لأنه هاي سويت بهذا الشيء. أبدأ أجمعهن مثل ما قلنا إنه نحتاج إلى آد هنا ثانية، سوي لها فليب حتى نقلبها ونجمع بيها هاي الإشارتين، هاي الإشارة وهاي الإشارة، وناتج هاي الإشارتين وناتج جمع هاي الإشارتين اثنيناتهم راح أضيفه وين؟ أضيفه هنا. انتهت. إذن هسه حسب الشرح إنه هذا جين، إشارة دخلت للجين، ومن الجين للآد، من الآد للآد، من الآد ل سكوب. نوب أبدي إذا عندي تفرعات أخرى أقوم بعمل التفرعات، تفرع ورا تفرع إلى آخره. أقدر هنا عن طريقه راح يكون عندي كل التفرعات صحيحة. إذا أنا ناوي أرتب شوي أقدر أرتب براحتي إلى آخره. لهنا انتهت. بس اللي أحب أقول إذا أردت تفهم هذا الشرح او اي شرح اخر يكون برسم مثل هذا الرسم، انه توقف الفيديو ترسم الرسم قبل لا انا ابدي احاكي او ابدي اشرحه وافصله، تفصل الفيديو، تفصل عفوا الرسم، وبعدين تقوم بعملية كتابة الملاحظات على الرسم الجديد اللي موجود. واللي هنا نقول شكرا جزيلا.